اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، تحيه لجميع المشاهدين والمتابعين الاوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشره من مدينه العرائش. اذا شنو توقعاتكم لمقابله المنتخب المغربي ضد المنتخب الكرواتي في اقل من ساعتين على المباراه التاريخيه؟ الكل اكيد ينتظر بفارغ الصبر هذه المقابله المثيره والشيقه بطبيعه الحال بين منتخبين عريقين بطبيعه الحال. المنتخب المغربي يواجه كرواتيا في مونديال قطر، ان شاء الله فوز منتخبنا الوطني 3-0 الاخ ابراهيم. اذا شنو التوقعات ديالكم متابعين فيها متابعي قناه شوف تيفي، شنو هي التوقعات ديالكم لهذه المقابله المثيره والمجنونه؟ اكيد انها تكون مجنونه واكيد انها تكون مفاجاه بطبيعه الحال، وننتظر بفارغ الصبر انتصار المنتخب الوطني على نظيره الكرواتي. اكيد المغاربه ينتظرون الفوز وينتظرون الفرح الذي سيعم انحاء المملكه المغربيه باكملها. الكل بطبيعه الحال متشوق للفوز والكل كينتظر بفارغ الصبر. نروح اليوم ان شاء الله. سيمو تحياتي لك خويا سيمو ومرحبا بك بطبيعه الحال. مربوحه ان شاء الله، نتمناو بطبيعه الحال ان اسود الاطلس وان ابناء الركراكي يفرحوا المغاربه بطبيعه الحال بانتصار. تعادل اديل كيقول بان التعادل من الجزائر ان شاء الله فوز لكم. شكرا خويا محمد، تحياتي لك ومرحبا بالاخوان ديالنا الاشقاء الجزائريين بطبيعه الحال. خاوة وأكيد أن المغرب يمثل المنطقة المغاربية إن شاء الله اليوم، وأكيد أن العرب والمغاربة ينتظرون بفارغ الصبر مقابلة منتخب مغربي وكرواتيا. نتمنى فوز المنتخب المغربي بجوج اهداف الواحد ان شاء الله، الفوز ان شاء الله. اسماعيل تحياتي لك، حموتي تحياتي ومرحبا بك. اذا الكل ينتظر بفارغ الصبر فوز المنتخب المغربي اليوم على نظيره الكرواتي في مونديال قطر. التوفيق للمنتخب المغربي عبد الحميد. كاين شي بروده في العرايش بطبيعه الحال، اجواء بارده خي، التغطيه اخي والمقاييس مملوءه هذا الصباح بفاس. خي عادل تحياتي لك، الكل بطبيعه الحال ينتظر، وكما قال الاخ عادل فالمقاهي حاليا بدات كتعمر، وبداو المغاربه بطبيعه الحال والمتبعين والمساندين الاسود الاطلس انهم بطبيعه الحال يحجوا المقاهي من اجل الاماكن ديالهم بطبيعه الحال. اكيد انه كاين ضغط كبير بطبيعه الحال على المنتخب المغربي من اجل الفوز، واكيد ان ما فعلته السعوديه بالارجنتين اكيد الكل ما كانش كينتظر بطبيعه الحال هذه المقابله المثيره وفوز المنتخب السعودي، وكنهنئوا الشعب السعودي الشقيق على الفوز بطبيعه الحال. فرحنا بشكل كبير لهذا الفوز بطبيعه الحال التاريخي، وغادي يبقى تاريخي اكيد. جمال محمد الصباح صباح الخير خويا وتحياتي لك. المغرب جوج نتمنى بطبيعة الحلقة هذه يعني يكون الضغط إيجابي أكيد بطبيعة الحال، نتمنى أنه ما يأثرش على النخبة الوطنية، وأكيد إن شاء الله كما قال عماير تروركراكي بأنهم ما مخلعينش وما خايفينش من الماتش، وأنهم بطبيعة الحال غادي يجيبوا انتصار بطبيعة الحال وغادي ينتصروا على كرواتيا في مونديال قطر في أول مقابلة للمنتخب المغربي.